قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أن إنجاز مشروع تصميم وتنفيذ وصيانة أعمال البنية التحتية لمنطقة الجدادية الصناعية بلغت نسبته أكثر من 80%، ومن المتوقع تسليمه في السنة المالية الحالية 2023-2024. وأضاف الوزير العيبان أن توفير منطقة صناعية متكاملة الخدمات من شأنه المساهمة بشكل رئيسي في توفير البنية التحتية اللازمة لتهيئة بيئة الأعمال في الكويت. وأوضح أن هذا المشروع سيساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية الغير نفطية في الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على توفير فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.